إقامة المهن الموسيقية اتأسست يوم 11/9 سنة 1942 بشكل جمعية أهلية. فإحنا الأيام دي أو من 4 أيام تحديدا كده بيبقى عمر نقابة المهن الموسيقية 80 سنة بالظبط. أسستها سيدة الغناء العربي العظيمة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم. أسستها ليه يا جماعة؟ وتأسست النقابة دي اتأسست عشان تبقى عون للموسيقيين في حياتهم، عشان كان الموسيقي اللي بيعيا زملائه بيلموا له فلوس عشان يتعالج. الحمد لله ربنا أكرمني إن اشتغلت الوردة الجزائرية، السيدة العظيمة وردة الجزائرية. الحمد لله إن اشتغلت للفنان الكبير محمد رشدي. الحمد لله إن اشتغلت للفنانة الكبيرة عفاف راضي. فأنا من وأنا صغير اتربيت في حضن الناس الكبيرة اللي كنت بحب أسمع منهم عن الفن وليه، يعني إيه النقابة ويعني إيه النقابات دي اتعملت ليه. فزي ما بنقول أولا وأخيرا الأماكن اللي زي دي اتعملت لضبط حالة أصحابها. ضبط حالته بإيه؟ المعيشية، العلاجية، مستقبله، مستقبل ولاده، لغاية ما تنظم لها قانون سنة 1955. يعني فضلت جمعية أهلية من سنة 42 لحد ما بقت سنة 1955 نقابة. نقابة ليها مبادئ وليها أعراف وليها أسباب وليها مبررات وليها ميزانية. الزمن كان غير الزمن، لدرجة أن لغاية النهاردة ممكن تكون نقابة المهن الموسيقية بتتحمل أعباء معيشية ومعاشات، ودي هتبقى مفاجأة على كل الإعلام ومفاجأة لكل الصحافة، إن في ناس دخلت في تأسيس النقابة وهم غير موسيقيين بالمرة. يعني إيه؟ يعني اللي أقوله لحضرتكم ده هيبقى مفاجأة على الجميع. كان لتكوين النقابات في الوقت ده عدد معين، القانون بيلزم هذه النقابات إن يكون لها قوام معين، وليكن مثلا 1000 فرد عشان تنشأ أو 800 فرد عشان تنشأ. في الوقت ده كان عدد الموسيقيين ربع العدد ده، فبقوا يجيبوا ناس من أصحابهم. يعني لو فرضنا إن في مقهى للموسيقيين بيقعدوا عليه، فيجيبوا صاحب المقهى، مش عارف مين صاحبهم بيقعد معهم، يجيبوه. المهم عايزين يعملوا عدد عشان يبقى العدد ده بيخضع للقانون. لغاية النهاردة النقابة دي وإحنا قاعدين فيها بتعيل أو بتعول هم أكتر من 1000 بني آدم ما كانش موسيقي خالص ولا كان مغني خالص.